اعتقد ايه المهم من ابرز المشروعات دي كان في مشروعات صغيره ومشروعات متوسطه، يمكن كان في معايير خاصه اهلتها للفوز. حضرتك ذكرت بعض هذه المشروعات، لو تقول لنا المعايير اللي ساعدت على فوز هذه المشروعات. شوفي، اهم حاجه ان هو تم السنه اللي فاتت كان في وعي وتدريب، والناس تشعر انها لما تقدم مشروعات وتتدرب عليها في كرايتيريا، في 23 حاجه لازم هم يلتزموا بيها على اساس يبقى المشروع اخضر وذكي. فالناس بنعرف يعني ايه مشروع اخضر، يعني مشروع بيستخدم طاقه متجدده، طاقه قليل، طاقه شمسيه، طاقه رياح، بيقلل انبعاثات، بيقدر يعيد استخدام المخلفات. في كتير من المشروعات فعلا شافت ان في المناخ بتاعها مخلفات كتيره. فقالت طب الله، طب ما انا استخدم ازاي اعيد استخدام المخلفات دي واعمل بيها فلوس. ذكي يعني ايه؟ يعني مجرد تكنولوجيا، يعني استخدام التكنولوجيا، لان هم دول الحاجات الاساسيه للمستقبل، التكنولوجيا واعاده واستخدام التحديات المناخيه لفرصه. وكان الحاجه الرئيسيه ان في الاخر احنا بنساعده ان هو يكبر مشروعه من خلال شراكات. يعني انت عليك تقدم المشروع وانا علي اشبكك بمؤسسات صحيح. وطنيه ودوليه عشان تنجح. فبدا المصريين يفكروا خارج الصندوق، يفكروا بطريقه للمستقبل ويقدموا، والحمد لله الحاجات دي بتنفع وبرضه فيها الملكيه الفكريه، وبالتالي بنحاول ان احنا نساعدهم برضه ان هو في الحكايه دي ان يحافظ على الملكيه الفكريه ونتاكد منها. نسرع في اجراءات الملكيه الفكريه، نعرفهم الطرق السليمه لتسجيل براءات الافكار والحاجات دي، اعتقد ده ممكن يدعم الفكره ويدعم هذه المشروعات. بالظبط، وفي شراكات استراتيجيه، يعني اساس نجاح المشاركه، او حضرتك سالت السؤال ايه اساس النجاح؟ هو الشراكات الاستراتيجيه. يعني ده داخل فيها الجميع، داخل فيها المحافظات، داخل فيها الشركات، داخل فيها وزاره الشباب والرياضه، داخل فيها الوزارات المعنيه، داخل فيها القطاع الخاص، البنوك، وبالتالي نجاح اي عمل ان يكون في شراكات استراتيجيه، فيوصل الانسان العادي في المحليات من الوادي الجديد يقدم مشروعه، يتم تقييمه وطنيا وثم ياخد جوائز ماليه، ثم يبدا يعمل شراكات على مستوى عالمي. فبنديله الاداء انه يتواصل من القريه بتاعته الى اعلى مستوى في العالم. دي حاجه عظيمه جدا سعاده السفير، يعني من الجوانب الرائعه والمدهشه الحقيقه في هذه المبادره انه حق لكل شاب او كل مصري في اي محافظه، في اي قريه او نجع او اي مكان من الاماكن الموجوده على امتداد الجمهوريه، انه يقدم مقترح او فكره او مشروع في البعد البيئي وبيعتمد على طبعا الطاقه النظيفه والاقتصاد الاخضر. دي فكره عظيمه جدا لرفع مستوى الوعي البيئي لدى اجيال من الشباب واجيال من المصريين. مش بس رفع المستوى البيئي، ودي حاجه مهمه جدا زي ما سيادتك تفضلت، لا ان هو هيكسب فلوس من وراها، فيها استدامه. يعني ايه لما تقول له انا، يقول لك انا عندي مشاكل تحديات اقتصاديه، اقول له ما عشان انت عندك التحديات دي احنا بنحاول نساعدك انك تحول ده الى فرصه اقتصاديه واستدامه، ودي اللي بتشد الشباب وبتشد المراه. وبقول له بص، وانه هيعمل مشروع من ورا الفكره دي او ورا المقترح ده، مشروع فعلا يعني يبقى فيه عائد اقتصادي ليه. بالظبط بالظبط، وده بيعملها وهو قاعد في بيته على الانترنت، مش بيضطر يروح المحافظه ويقدم ورق زي زمان، لا هو قاعد في بيته بيقدم، بيفتح الانترنت يقول انا اسمي كذا كذا من محافظه كذا كذا وعندي المشروع بتاعي في 3 4 سطور، ويملي ويقدمه. ثم في لجان بقى تقييميه على مستوى المحافظات، والسنه دي عملنا تطور ان احنا خدنا احسن اكاديميين في مصر، ادتنا وزاره التعليم العالي، على اساس ان بعض المشروعات دي صعب، هيدروجين اخضر، هيدروجين ازرق، فما يقدرش يقيمها حد عادي او ممثلين وزارات عاديه، فجبنا اكبر اساتذه جامعات مصر شاركوا معانا، زائد خبراء بيئيين، زائد خبراء من وزاره الاتصالات، بحيث يكون هناك في لجان تقدر تبحث وتقيم وتقعد مع الناس دي وتسمع تسمعها لما تخش في المرحله المؤهله لها، على اساس ان احنا تقدر تساعدها في الاخر وتدي فرصه وتدي امل وتدي صوره للمستقبل بالنسبه لشباب مصر وبالنسبه لمشروعات مصر. طيب دكتور، لو قارنا بين مشروعات السنه اللي فاتت والمشروعات اللي تقدمت السنه دي، بعد لما بقى في خبره اكتر وبعد ما بقى في وضوح اكتر في المعايير، نقدر نقول ايه اللي اختلف في المشروعات اللي تقدمت السنه دي؟ ده سؤال رائع فعلا، لان اصبح هناك في نضج اكبر بكتير. السنه اللي فاتت اول سنه كنا احنا مستضيفين الكوب 27، واتعملت شهرين
لكن الناس برضو قدموا 6300 مشروع. السنة دي ادينا فرصة كبيرة للتدريب والتقييم، دربنا المدربين، مش كل محافظات مصر بنفس المستوى في الأداء وفي التقييم، وبالتالي حدينا وقت كتير ان احنا ندرب الناس القائمين في المحافظات، ونفس الوقت ندي عملنا تدريب في 20 جامعة وفي 20 محافظة للناس ازاي تقدم مشروع. يعني هو بيقول لي هو انا ما اعرفش اصلا اقدم مشروع، مش مشروع اخضر وذكي، فدربناهم ازاي. وبالتالي والسنه اللي فاتت يعني ما دخلش المشروعات الثقيله، دخلت مشروعات ثقيله جدا، بس اللي هم الناس اللي كانوا عندهم مشروعات قويه وهكذا قالوا ما نشوف هيحصل ايه في الدوره الاولى. السنه دي ففي طبعا مشروعات السنه اللي فاتت برضه مشروعات قويه وكل حاجه، لكن لاحظنا السنه دي فيها تفاصيل اكتر، فيها عمق اكتر، صح. فيها تمويل اكتر، فيها انه قدر يعد المشروع لانه يعني اخذ التدريب وسمع عن الفائزين السنه اللي فاتت. ما هو السؤال صحيح. اللي بيسال طب ال 18 اللي فازوا السنه اللي فاتت عملت بيهم ايه؟ فلما يسمع ان في خمسه منهم اخذوا جوائز دوليه صحيح. على مستوى العالم في امريكا وسويسرا وفي ماليزيا وهكذا، ولما يعرف ان احد المشروعات بدات ب 7 مليون دولار وفي سنه واحده وصلت ل 340 مليون دولار، ولما يسمع ان مشروع المراه دربت 23,000 وعملت شركه، لما يسمع كل ده يقول الله لا، طب ما انا كمان انا عايز انا كمان صحيح. اخش صحيح حافز ليه بشكل كبير. بالضبط، الحوافز مهمه جدا، حافز على الارض صحيح. احنا بنشتغل من الناحيه العمليه على الارض ونتائج ملموسه، مش شعارات مش نظريات.